زيادة كبيرة في أعداد المصابين بأمراض السرطان في محافظة الأنبار جعلت مركز الأورام السرطانية في الأنبار يدق ناقوس الخطر، مرجعاً السبب الرئيس لانتشار هذا المرض إلى الحروب بالدرجة الأولى وغيرها من العوامل الصحية. من خلال العوامل أو المسببات العامة نقول طبعاً يعني لا ننسى التلوث البيئي، لا ننسى الحروب اللي مرت علينا أيضاً في هذه المحافظة، بالإضافة إلى هي نفس المسببات العامة، تغير نمط الحياة، قلة الرياضة، الغذاء غير الصحي، اعتمادنا على الأكلات السريعة، هاي كلها مسببات. وفي ظل ارتفاع أعداد المصابين بالسرطان يشكو المرضى قلة الأدوية وغلاءها مقارنة بإمكانياتهم المادية. عندنا حالتنا هنا نقص بالأدوية ونقص بالإشعاع، ما عندنا إشعاع بالأنبار، راح هاي صار له كم سنة انتهى. أكو لو تطلع الأربيل لو تروح خارج القطر، إحنا إمكانية ما عندنا، منين نقدر نجيب نطلع الخارج؟ أكثر ما يحتاجه المرضى هو جهاز العلاج الإشعاعي، فبدونه لا معنى للاستشفاء في المركز، وعليهم أن يذهبوا للمستشفيات الخاصة التي لا طاقة لهم بتكاليفها الباهظة. الجهاز الإشعاعي ضروري لازم يجيبون لنا إياه، لأن إحنا ما نقدر بالمستشفيات الخاصة ما نقدر عليه، والعلاج يا ريت هم يوفرون هنا، أكثر العلاجات قاعد باخذها من الخارج وخادم هواية ناس، بعض أحيان ماكو هنا كل العلاج نضطر ناخذه من الصيدليات، فالتكلفة تكون غالية مو كل واحد يتحمل. يعني أنا شريط واحد مرة أخذت 8000 ولازم أخذ مال 3 أشهر، يعني إذا أخذ مال 3 أشهر قد يسوي 3 أشرطة، كل 3 أشرطة مال شهر يعني كلف علي. الحروب والتلوث البيئي أهم عاملين ساهما في انتشار الأمراض المستعصية التي تحصد أرواح العراقيين دون أن يدرك المسؤولون حجم الكارثة التي حلت في البلاد منذ توليهم سدة الحكم.